السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بداية اهلا بكم صلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا الذاكره في الفيديوهات السابقه طرحت لكم فكره واش راكم باغيين بارطاجي معاكم التشكيله المتوقعه لكان 2024 بالكوت ديفوار، وطبعا وصلتني تعليقات ايجابيه بخصوص هذا الموضوع، فلهذا في هذا الفيديو ان شاء الله هنشارك معاكم تشكيله المنتخب الوطني الجزائري المتوقعه بقوه لكان 2024 بالكوت ديفوار. والمنتخب الوطني الجزائري بجيل جديد من اللاعبين سيسيطر على القاره السمراء، فابقوا معنا اعزائي الكرام لكي تتعرفوا على التشكيله. وطبعا عوض انه راح نشارك معكم تشكيله واحده، راح نشارك معكم التشكيله الاساسيه والتشكيله الاحتياطيه، وطبعا كلتا التشكيلتين راح تفرحنا ان شاء الله في الكان المقبل وسترعب الخصوم، فابقوا معنا اعزائي الكرام. فانتم تشاهدون للمره الاولى، رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا اعزائي الكرام كبدايه دعوني اشارك معكم بعض الاخبار وبعض المعلومات الطفيفه والمهمه بخصوص الكان المقبل. طبعا عدد المشاركين يعني في قائمه كل المنتخبات الوطنيه سيصل الى 28 لاعب بعدما ان كان 23 من قبل، فقائمه المنتخب الوطني الجزائري على سبيل المثال ستحمل 28 اسم لاعب مشاركا في البطوله المقبله. البطوله المقبله ستكون في ساحل العاج الكوت ديفوار في الفتره الممتده بين 13 جونفي سنه 2024 الى غايه 11 جانفي سنه 2024، فنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري وان شاء الله نحقق النجمه الثالثه في هذه الطبعه. حاليا اعزائي الكرام نشارك معكم التشكيله المتوقعه الاولى واللي هي راح تكون الاساسيه. وطبعا اعزائي الكرام بلماضي وجهيد فيزف اكدوا قائلين باللي انه شهر سبتمبر المقبل راح يكون عندنا لاعبين جدد، وطبعا لاعبين جدد تكلمنا عليهم سابقا شكون هم الوجوه الجديده اللي راح تدعم المنتخب الوطني الجزائري، اضافه الى انه تربص شهر سبتمبر المقبل راح يكون اخر يعني فتره من اجل استقدام اللاعبين والدخول في مرحله جديده الا وهي مرحله الاستقرار والبحث عن التشكيله الاساسيه والتشكيله الثانيه للدخول بقوه في الكان المقبل. فالتشكيله الاساسيه الاولى المتوقعه بالنسبه لقناه وليد هوب اعزائي الكرام في حراسة المرمى مصطفى زغبة. علاش مصطفى زغبة وماشي لاعبين اخرين؟ مصطفى زغبة اعزائي الكرام يعني عنده خبرة كبيرة في الاراضي الافريقية، خاصة انه هذه البطولة راح تلعب في الكوت ديفوار، فلازمنا لاعبين يعني موالفين يلعبوا في مثل هذه الاجواء. اما بالنسبة لخط الدفاع راح يكون عندنا فاندين خيركوف لاعب نادي باستيا الفرنسي، كذلك بالنسبة للظهير الايسر راح يكون عندنا ريان ايتنوري لاعب نادي وولفرهامبتون، طبعا هذان اللاعبان على مستوى الاظهرة سريعين جدا. اما بالنسبة لقلبي الدفاع راح يكون عندنا عيسى مندي اللي بالماضي راح يعول عليه بشكل كبير جدا في الكان المقبل نظرا للخبره التي يمتلكها على الصعيد الدولي وايضا في ادغال افريقيا، اضافه الى رامي بن سبعيني اللي انا نفضل انه يكون كقلب دفاع وليس كظهير لانه اصبح يقدم مستوى رهيب جدا في هذا المنصب. بالنسبة لخط الوسط راح يكون عندنا خط وسط مرعب لجميع الخصوم اللي تتحدى المنتخب الوطني الجزائري في الكان المقبل حرفيا. عندنا حسام عوار، ريان شرقي، وكذلك اسماعيل بن ناصر مسترجعا للكرة، ان شاء الله ربي يشفي هذا اللاعب لانه هنالك احتمال انه هذا اللاعب يغيب عن الكان المقبل، ولكن تفاؤلوا خيرا تجدوه ان شاء الله هذا اللاعب يكون حاضر معنا في الكان المقبل رفقة الثنائي حسام عوار وريان شرقي. حسام عوار حاليا يعني فرط في العطلة نتاعو من أجل التدريب والعودة بقوة، ريان شرقي يقدم مستويات كبيرة مع نادي أولمبيك ليون، فصراحة هذا الثلاثي هو قلب النابض للمنتخب الوطني الجزائري في الكان المقبل إن شاء الله، والذي سنرعب به القارة السمراء بأكملها. أما بالنسبة للخط الهجومي راح يكون عندنا رياض محرز في الجناح الأيمن، محمد الامين عموره في الجناح الايسر الذي نجح في اختباره في اخر مباراه لعبها مع المنتخب الوطني الجزائري في هذا المنصب وقدم واحد من ارقى المستويات صراحه، وخاصه انه هذا اللاعب اعزائي الكرام يقدم مستويات كبيره في مختلف المناصب على المستوى الهجومي، فهذا اللاعب انا اتوقع باللي انه راح يكون في التشكيله الاساسيه، خاصه ان بالماضي اكد في اخر ندوه صحفيه انه هنيئا لمحمد الامين عموره الذي فاز بمقعد رسمي واساسي في التشكيله الاساسيه. بالنسبه لرأس الحربة راح يكون عندنا القناص أمين غويري الوافد الجديد اللي راح يلتحق إن شاء الله في شهر سبتمبر حسب العديد والعديد والعديد من المصادر المحلية وكذلك الأجنبية. فمميزات هذه التشكيلة أعزائي الكرام الظاهرة أمامكم راح تكون عندنا صلابة دفاعية يعني مليئة بالخبرات في الأراضي الإفريقية، كذلك الظهيرة سريعة جدا راح تنشط الهجوم وكذلك حتى الدفاع. أما بالنسبة لخط الوسط راح يكون عندنا وسط صلب وممتاز من الناحية
صلاحية قطع الكرة والاستحواذ وصناعة اللعب. فتخيل معي عزيزي الكريم عندك زوج لاعبين يصنعوا لعب كل من يعني ريان شرقي وكذلك حسام عوار، وعلى مستوى الأجنحة عندك محرز وكذلك محمد الأمين عمورة يمرروا للقناص أمين غويري في الكان المقبل. فصراحة هذه التشكيلة بالنسبة لي ناجحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. بالنسبة للخط الهجومي خط خطير، أجنحة سريعة فنية بشكل رهيب جدا، ورأس حربة قناص لاعب البطولة الفرنسية. فكانت هذه أعزائي الكرام التشكيلة الأولى في انتظار التشكيلة الثانية اللي راح ندخلوا لها حاليا. التشكيلة الثانية أعزائي الكرام هي أيضا تشكيلة ممتازة بالنسبة لي. في حراسة المرمى راح يكون عندنا أنثوني مانديريا لاعب نادي كون الفرنسي. بالنسبة لخط الدفاع على مستوى الأظهرة يعني مهدي ليريس كذلك جوان حجام. بالنسبة لقلبي الدفاع محمد الأمين طوغاي وأحمد طوبة. بالنسبة لخط الوسط، خط الوسط أعزائي الكرام راح يكون أيضا رهيب بشكل كبير جدا في المباريات للمنتخبات اللي لعبوا كونتر ليها اللي تكون تلعب أعزائي الكرام على مستوى وتركز على الهجمة المرتدة. فراح يكون عندك كل من نبيل بنطالب وحماد عبدلي كقاطعين ومسترجعين للكرة وبناء الهجمة من الخلف، إضافة إلى صانع اللعب فارس شعيب لاعب نادي تولوز الفرنسي. أما بالنسبة للخط الهجومي راح يكون عندنا بدر الدين بوعناني اللاعب الوافي الجديد والصاعد بشكل رهيب جدا بالمستويات والمميزات اللي يقدمها مع المنتخب الوطني الجزائري وايضا مع ناديه نادي يعني نيس الفرنسي. بالنسبه للجناح الايسر راح يكون عندنا يوسف بلايلي اللي بالماضي راح يعول عليه في ادغال افريقيا، مثل ما اكد لنا سابقا انه هذا اللاعب كي تعتمد عليه في المباريات يعني في القاره السمراء ما يخيبكش مالغري انه يكون بعيد كل البعد عن المنافسه. فهذا التصريح يؤكد لنا باللي انه بالماضي راح يستدعي يوسف بلايلي. اما بالنسبه لرأس الحربة راح يكون عندنا الهداف التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري إسلام سليماني. فما رأيكم أنتم في صندوق التعليقات أعزائي الكرام حول هذه التشكيلة الثانية والإحتياطية؟ طبعا في هذه التشكيلة يعني عندنا مميزات كثيرة، دفاع جيد وصلب وأظهرة أيضا سريعة. بالنسبة لخط الوسط، خط وسط صلب قاطع للكرة والهجمات المرتدة. أما بالنسبة للهجوم فيه فنيات عالية زائد لاعبين ذو خبرة كبيرة جدا في الأراضي الإفريقية وأدغال إفريقيا. فما هو رأيكم أنتم في صندوق التعليقات أعزائي الكرام يعني بالنسبة للتشكيلة الأولى والتشكيلة الثانية الإحتياطية؟ اكتبونا رجاء رأيكم في صندوق التعليقات، وأنتم أيضا توقعوا معنا تشكيلتين، تشكيلة أساسية وتشكيلة إحتياطية لكي ندخل بها في كان 2024 في أدغال إفريقيا في قلب ساحل العاج الكوت ديفوار. وطبعا أعزائي الكرام ممكن أنه يعني الآراء نتاعنا راح تكون مختلفة، ممكن بعض اللاعبين ما ذكرتهمش، أنا هذه تبقى فقط وجهة نظري وأنتم أيضا أعطونا وجهة نظركم في صندوق التعليقات. حاليا نمر أعزائي الكرام إلى اللاعبين الآخرين، لأنه فقط في هذه التشكيلتين عرضت لكم 22 اسم لاعب، بينما القائمة على المنتخب الوطني الجزائري راح تحمل يعني 28 اسم لاعب. فلهذا اللاعبين المتبقيين بالنسبة لي عندنا الحارس الثالث للمنتخب الوطني الجزائري اللي نتوقع أنه راح يكون أليكسيس غندوز في غياب رئيس وهاب مبولحي اللي راح يكون مؤثر صراحة، ولكن هنالك مفاجأة تنتظركم في نهاية هذا الفيديو. أما بالنسبة لخط الدفاع ممكن احتمال كبير جدا أنه بالماضي راح يستدعي ميتشال فايزر لاعب نادي ويردر بريمن، أعتقد باللي أنه بالماضي راح يعطيه فرصة، إذا ما يستدعيش هو راح يستدعي زدادكا لكي يكون بديل يعني لهؤلاء اللاعبين على مستوى الظهير الأيمن. بالنسبة لخط الوسط راح يكون أيضا عندنا رامز الزروقي اللي بالماضي عول عليه بشكل كبير جدا، أيضا هاريس بالقبلة، ولكن بشرط هاريس بالقبلة إذا لم ينتقل إلى الدور القطري، مثل ما راني قاعد نطالع الأخبار اللي تتعلق بلاعبين محترفين وسوق انتقالاتهم. إذا بقي في الدور الفرنسي 90% راح يستدعيه، ولكن إذا راح ينتقل إلى الدور القطري فاحتمال كبير جدا أنه راح يخسر مقعد في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري وقائمة الخضر للكان المقبل، وسيستدعي مكانه يعني هشام بوداوي. بالنسبة للاعبين الآخرين أعزائي الكرام عندنا آدم والناس في خط الهجوم، إضافة ممكن 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 أنه راح يستدعي بالماضي أيضا اللاعب الآخر ألا وهو يعني بلال براهيمي. فما هو رأيكم أنتم في صندوق التعليقات؟ حاليا نشارك معاكم المفاجأة التي يحملها لنا الكوتش جمال الماضي والمتوقع بنسبة 99% في الكان المقبل. طبعا احتمال 90% أنه مدرب المنتخب الوطني الجزائري سيقوم باستدعاء واحد من هذين اللاعبين، يا إما سفيان فيغولي أو رايس وهاب مبولحي، سواء كلاعبين
أو في الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري نظرا للخبرة الكبيرة ودورهم في تحفيز اللاعبين الذي سيكون موجه للاعبين الجدد في غرف تبديل الملابس قبل كل مباراة؟ هذان اللاعبان يمتازان بخبرة كبيرة مخضرمين مع المنتخب الوطني الجزائري، يعني لعبوا مع جيلين، الجيل السابق والجيل الحالي، أيضا عندهم زي كرام ذكريات وأيضا خبرات كبيرة في القارة السمراء، فدورهم راح يكون مهم يا إما في الطاقم الفني يا إما في تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري في غرف تبديل الملابس. وطبعا سبق للكوتش جمال الماضي أنه فعل نفس الشيء مع رفيق حليش الذي كان عنده دور قيادي في الكواليس وتحصل على تكريم يليق به في مباراة لعبها في الشوط الثاني من أجل أن يكون يعني مسك الختام بالنسبة لذلك اللاعب. فهذه المفاجأة المتوقعة في يعني كان 2024 بالكوت ديفوار. ما رأيكم أنتم في صندوق التعليقات حول التشكيلتين وحول المفاجأة التي يحملونها لنا الكوتش جمال بالماضي؟ على كل حال إن شاء الله عندنا يعني تفاؤل كبير جدا بهؤلاء اللاعبين بهذا الجيل الجديد للمنتخب الوطني الجزائري مع كوادر لاعبي الخضر من أجل قيادة المنتخب الوطني الجزائري لتحقيق النجمة الثالثة، واللي إن شاء الله رح نطرزوها في قميص المنتخب الوطني الجزائري أمام هاتين النجمتين إن شاء الله. كان هذا فيديو اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.